اهلا بيكم، انا ميرات السكري، والنهارده برد على حاجه. يعني انا ناس كتير بيقولوا لي طب انت ليه بتكلمي في حاجات كتير وبتدي كل المعلومات دي وليه بتدي كتير؟ هقول لكم ليه. عشان انا بتضايق قوي لما تكون الناس بتدي معلومه مش صح. انا شويه مخي علمي، بحب العلم قوي، بحب البحث قوي، فبحب لو حد هيقول حاجه يقولها تكون عميقه. فبحاول من اللي اقدر عليه انا في المعلومات اللي انا اعرفها ان ادي المعلومة صحيحة. مش لازم كل المعلومات، ما اقدرش ادي كل اللي خدته لان ده كتير، لكن الكلمتين اللي هقولهم يكونوا كاملين وصحيحين واخر حاجة في الابحاث، بيسموه cutting edge research، اللي على الاخر ده اللي هو اخر ابحاث بتقول ايه. عشان انا بحب العلم يكون كده، يكون كده. ما ينفعش اجيب لكم حاجه كانوا بيفكروا من 30 سنه ان احنا عشان نشيل المشاعر السلبيه نعمل كذا. تهزروا صح؟ يعني ده زي ما اجي اقول لك على فكره انت عايز تتفرج على فيديو، انا هجيب لك بقى الفيديو بتاع زمان ده في اتش اس او بيتا ماكس. هل في حد هيقبل ده النهارده في بيته؟ اكيد لا، ما حدش بيتفرج على الفيديو كده، ما حدش بياخد فيلم كده اصلا. فده الحكايه، احنا عايزين cutting edge information، عايزين معلومات دقيقة وصح واخر ما العلم وصل له. ليه يبقى كنت قاعدة مع حد قريب بيقول لي ما هو معروف في مصر دايما في 10 سنين لاج اذا ما كانش اكثر. فانا سرحت كده قلت اه ده حقيقة، بس دي حاجة تزعل. ليه نكون 10 سنين ورا؟ ما عادش في سبب لده. الانترنت موجودة، السفر بقى اسهل جدا، المعلومات موجودة والمترجمين كتير. ليه نكون 10 سنين لسه ورا في تصرفات مع كل العلوم؟ ليه في بندرس الناس حاجات قديمة؟ ليه الكتب القديمة اللي الناس مش قادرة تستعملها بره احنا لسه بنستعملها في الجامعة؟ مش عايزة ادخل في القصة دي دلوقتي. لازم نغير. انا هعمل الحتة بتاعتي، عشان كده بعمل فيديوهات كتير، وعشان كده لما بتعلم حاجة طبعا اللي هي مجالي اللي انا فيه، انا مش فيزياء ومش ماث ومش حاجات تانية، ولكن في مجالات ازاي نحسن حياتنا، الحياة افضل. انا لما بيبقى عندي معلومة، اخر معلومة، احسن حاجة، بحب اعرضها عليكم واقولها لكم. اللي يحب يشاركني يبقى دايما معايا صفحتي ميرات السكري، عربي انجليزي قصاد بعض، ميرات ميم يهره يهته، والصفحة التانية اسمها راحتك في ايدك، عشان كتابي اسمه راحتك في ايدك، وكمان الويب سايت mirat.com. تالت حاجة ايه؟ سبسكرايب، يعني اشتركوا معايا في هذه الفيديوهات وشاركوني آراءكم، شاركوني تجربتكم، وشاركوا اصحابكم الفيديوهات دي لو عجبتكم. أهلا بكم.